هنا من خيمة أعراس الشهداء في الضفة الغربية الذين قضوا نحبهم في ملحمة بطولية مع هذا الاحتلال الصهيوني. نوجه التحية، كل التحية إلى القدس، إلى جنين، إلى أرواح الشهداء، إلى أهلنا في الضفة، خزان المقاومة. رسالة المقاومة، رسالة الوحدة، اليوم تتعانى أرواح كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس والمقاومة الفلسطينية لتؤكد على وحدة المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. والآن واليوم يؤكد شعبنا في غزة والضفة على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الأرض الفلسطينية، وأننا نستمر على درب الشهداء، درب المقاومة، المقاومة التي هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين، كل فلسطين. إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستبقى وقودا ومشعلا ينير درب أبناء شعبنا على طريق الجهاد والمقاومة. ورسالتنا للضفة الغربية والسلطة الفلسطينية: أوقفوا التنسيق الأمني الذي يمثل خنجرا في ظهر المقاومة، وانحازوا إلى أبناء شعبكم، إلى خيار المقاومة.